الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يعاشر نفسه في المنام يكون دليل على عدم الشعور بعدم الاكتفاء الذاتي من المعاشرة الزوجية، والله أعلم. إذا رأى الشاب الأعزب أنه يعاشر نفسه في المنام يشير على أن عنده كبت كبير ويريد الزواج، والله أعلم. كما يدل ذلك للفتاة العزباء إذا رأت في المنام أنها تعاشر نفسها علامة أنها تريد أن تتحرر من الكبت الذي عندها ويسبب لها آلام نفسية كثيرة واضطرابات في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعاشر الأسد في المنام دليل على الاضطرابات السهل حلها في حياتها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعاشر أسد في المنام ولم تخف من الأسد علامة على زوال الاضطرابات في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يجامح حمار في المنام علامة، والله أعلى وأعلم، أنه ينشغل بالأساسيات في الحياة كثيرا، والله أعلم. إذا رأى الرجل أنه يعاشر حمار في المنام علامة أن الرأي يقوم ببعض الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يعاشر حصان في المنام علامة على رغبة الرجل في أداء الصدقات في الحياة، والله أعلم. رؤية معاشرة الحصان في المنام علامة على تمتع الرأي بالشجاعة والقوة، والله أعلى وأعلم. كما تدل رؤية معاشرة الحصان الهزيل الضعيف في المنام أن هناك شخصا ضعيف يريد أن يمكر بصاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الحالم أنه يعاشر البقرة في المنام علامة على الخير الذي يناله الأيام القادمة والاستقرار في الحياة بشكل كبير، والله أفضل.